بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بجميع من بيده المجلة أو يستمع إليها. طبعا المجلة كل أسبوعين تكون موجودة، وبعدين خلال الأسبوعين يكون في كلام أو المجلة الصوتية. المجلة الصوتية هي جاج في إم راديو اكس اي 55.0 المقدمة، يعني ده الكلام ده بيتعاد. يقال إنه المذيعين أهم شيء المقدمة، يعني مش كل مرة يعيدها. طبعا المقدم هو كمان صاحب أو هو يسموه الإديتور، يعني رئيس التحرير. فرئيس التحرير هو يقدم المقدمة، وهو أيضا يكون معكم. أنا المهندس عادل الأنصاري، رئيس شركة مكة سمارت أو شركة شمس مصر للتدريب، وتتبع لها هذه المجلة جاد فيهم، وهي بترخيص من لندن وطباعة في مصر، لأن حتى حقوق الطبع موجودة لهذه الإذاعة اللي هي جاك بي ام راديو اكس اي 55.0. طبعا حتجي اذاعات اخرى 0.2.20. فننتبه للاذاعات هذه. اما 0.0 فهي نتكلم فيها دائما عن تارجت بروبلم سولوشن، اللي هو هدف المجلة، وعندنا problem solution، يعني دائما ثلاثة أحرف، فيبدأ الترقيم يعني حسب هذه الثلاثة أحرف TBS tips، فيصير tips 0 الإذاعات والمجلة والمقالات و طبعا نحن دائما انتم حتستمعوا جزء او هذه المقدمة، ثم نستمع من 0.02. في جميع 0.00 في مقدمة و0.02 في مقدمة ما تأخذ أكثر من 5 دقائق. ما زلنا معكم في 0.00. 0.02 حيكون عن target problem solution، يعني ما هو هدف المجلة. فهدف المجلة career without hobby is a great problem، يعني مشكلة كبيرة إنه واحد يكون عنده وظيفة بدون هواية. والحل إضافة هوبي. طيب نجي المشكلة، إننا ننتظر إننا نوصل للمهنة اللي تدور علينا فلوس أمان، يعني يقول لك صنعة في اليد أمان من الفقر، سواء كان مهندس أو نجار أو طبيب أو أي شيء. فننتظر 20 سنة، فهذه البروب، وما نحاول نكون معاها هواية بحيث أنه تدعم دي حتى في الدخل. يعني مثلا كنت أنا أتقاضى 8000 جنيه، ممكن لو عندي هواية كمان يجيني منها 4000 جنيه. طبعا أركز في الوظيفة،
فعندنا بعدين عندنا دائما ثلاثة: دائرة حمراء المشكلة، دائرة ذهبية هي الهدف، وعندنا دائرة زرقاء هي الوقت. نحل المشكلة بقد إيه؟ يعني أنا بعد 20 سنة لقيت وظيفة الآن وحلت على المعاش، أو استغنوا عني، يعني قلت وظيفة مدة إن شاء الله 20 سنة وبعدين استغنوا عني، فإيش الوقت اللازم عشان نرجع للحل؟ فهنا قال الحل الوقت اللازم فقط دراسة مدة فصلين دراسية في السنة، في 4 فصول دراسية، وهذه 20 أسبوع فقط. طبعا دراسة بتكلفة ساعات، والساعات التكلفة أهم شيء الحضور تعلم، يعني تكون 4 ساعات في اليوم، 5 أيام، 4 ساعات متواصلة. فعندنا 20 ساعة في الأسبوع، في 10 أسابيع هذه 200 ساعة، ضيف عليها 200 ساعة 400 ساعة تتعلم أو تدمج حكاية الإمسي، أو يكون المعلم إمسي إتش، فيكون معانا إمسي إتش، تصير معانا هواية ووظيفة أو مهنة. أشكركم، نلقاكم في مقدمات إذاعات أخرى. نأسف على الإطالة، شكرا. يعني بدل 5 دقائق صارت 8 دقائق، إذن نعطي لكل فقرة ولكل إذاعة مقدمتها. طبعا عندنا 40 إذاعة، 40 مقدمة، وهذا يعني يعتبر انطلاق، تعاد المقدمات والناس يفهموا ويتصلوا ويسألوا على هذا الأساس، اتصلوا بالإذاعة. شكراً.